تبوأت الإمارات مكانة مرموقة في خريطة التجارة العالمية، وازداد دورها في تعزيز وتيسير المبادلات التجارية بين دول العالم، حيث ترتفع التجارة الخارجية للدولة بنهاية العام 2014 إلى نحو 1.65 تريليون درهم، بزيادة 48 مليار درهم مقابل العام 2013 بنسبة نمو تصل إلى 30%. ويأتي هذا النمو في ظل توقعات بتأثر التجارة العالمية سلباً في ظل وجود انكماش في الاقتصاد العالمي، حيث يعزى النمو الإماراتي إلى الإجراءات الاستباقية، وتواصل الدولة فتح أسواق جديدة أمام تجارتها الخارجية، وحققت التطورات التي شهدها الاقتصاد الوطني امتلاك الدولة بيئة مدعمة ببنية حديثة متكاملة من مطارات وموانئ واتصالات ومواصلات وخدمات لوجستية ذات تنافسية عالمية. وتراوحت معدلات نمو التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال السنوات الأخيرة الماضية بين 14 و19% سنوياً، واستحوذت الإمارات على المرتبة 16 عالمياً في صادرات السلع وفقاً لمنظمة التجارة العالمية العام الماضي. وتمثل حصة صادرات دولة الإمارات 2% من إجمالي الصادرات العالمية، أما وارداتها فتعادل 1.3% من الواردات العالمية.